إيكوسبور. تحية لكم الناس الكل. إسبيرانس رسميا بطل إفريقيا 2019 بعد ما نفذت التاس تاعنا الوداد البيضاوي. باش ناخذوا مزيد من التفاصيل والتأكيد في الموضوع هذا من عند أستاذ رياضة تويت رئيس اللجنة القانونية في فريق باب سويقة. سي رياض أهلا بيك. مرحبا سي رياض. دونك لو كنت أكد لنا أول حاجة الساعة ديسيزيون هذا دونك نقولوا رسميا مبروك الترجي. أيين أكد لكم يمكن توا من ساعة ونص ساعتين التالي المحكمة الرياضية التاس بعثت لنا الحكم، بعثت الحكم كامل ملخص مرقوم كله دونك، والقرار هو رفض طعن الوداد. الوداد نعرفوا طعن في القرار اللي اتخذته لجنة الاستئناف نتاع الكاف اللي قالت اللي يعني الوداد يخسر المباراة لأنه انسحب بار فورفي. الوداد طعن في القرار هذايا والتاس اليوم بصفة رسمية ونهائية رفضت الطعن هذايا وبالتالي أكدت انتصار الترجي. شنو من الحيثيات أستاذ نتاع ديسيزيون هذا؟ والله يا سلام شوف الحيثيات برشا 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 أهمهم على الأقل. شوف أنا والله ما خبيش عليك مازلت نقرا فيه القرار، لكن اللي نحب نقوله هو بتاتر دي فرصة أخرى ندخلوا خاطر يا بكو ديتا يا بكو تشوز اللي يزمهم يتقالوا خاطر احنا قعدنا عام كامل القضية هذه قعدت عام بس. يعني الركور متاع الوداد في التاس صب 25 سبتمبر يعني عنا عام بالضبط في القضية وسكتنا ما تفهم برشا حوايج تكتمنا عليها ما حبينيش نقولوها وتم خاصة خلينا نقول الاستراتيجي بروسيدورال نتاع القضية اللي يسمى القضية هو يعني التمشي الإجراء. معناها فما أشياء اللي مانيش نقعد نقول شكون غلط وشكون ما غلطش، لكن يعني الوداد فما حوايج حقه عملهم وما عملهمش وهذايا ما نقول سهل لنا، لكن هذايا خلينا احنا نركزوا يعني الاستراتيجي نتاعنا الكل على انه يعني الوداد ما قامش باللي يلزم يعمله خاطر الهدف نتاع الوداد شنو باش ما ندخلوش برشا في التفاصيل. الوداد حاب يعاود المباراه هذاك الهدف نتاعو. شنو اللي ما عملوش؟ شنو اللي ما عملوش استاذ؟ شنو اللي ما عملوش على هو باش تعاود المباراه راهو معناها يعني يعاد المباراه راهي عقوب يعني في النصوص نتاع الكاف يعني لا ريبيتيسيون دا ماتش يسميوه هما اعاده المباراه ما ينجم يكون الا في اطار عقوبه. هذا اذا بيان سور نستثني قوة القاره هذيك اش عندنا فيها، لكن باش تعاود مباراه الفريق يتعاقب. الفريق يكون ربح مباراه ويتعاقب باعاده المباراه. دونك في القضيه هذه باش تعاود المباراه يلزم العقوبه، يلزمك تعاقب الترجي. معناها يعني الفريق الوحيد باش المباراة تتعاود هو انك تعاقب الترجي. فهمت واضح. الاشكال معناها الحاجة الباهية اللي نحن هو انه الترجي مشي هذا تعاقب على الحكاية فما حاجة بركة نجم تعاقب عليها الترجي القضية هذه هي الفيميجين والمانكورانت وكل الامور الامنية اللي سماهم اللي صارت هذيك. الترجي تعاقب في قدام الجوري ديسيبلينير نتاع الكاف معناها نتاع الكونفدراليه الافريقيه لجنه التاديب. حال الترجي من اجل الاشياء هذيك من اجل الامور الامنيه واحد. لكن الجوري ديسيبلينير خذا قرارات تتمثل في خطايا وكهو ويكلو دو ماتش. لهنا انا واحد من الناس كنت نتوقع ان الوداد باش يسين في القرار هذاك قرارنا احنا خاطر هما القضايا التاديبيه راهم كانوا ثلاثه قضايا تاديبيه منفصله على بعض، قضيه ضد الترجي هذه اللي قلت لك عليها، وقضيه ضد الوداد على خاطر خرج من الميدان، وقضيه ضد سي حمدي على خاطر العركه اللي صارت بينه وبين رئيس الكاف. القضيه اللي كانت توصل لاعاده المباراه هي القضيه اللي ترفع ضد الترجي. تبع في إسلام القضية اللي كانت اللي ضد الترجي معناها الترجي حال أمام مجلس التأديب من أجلك الإخلالات. خلينا نقوله صارت إخلالات، ما أنا بيتي قلتها صرحت بها صارت إخلالات الفيميجين ضربوا بالفيميجين المانكورانت معناها معبية بالعبيات اللي من روما كرموش غاتيكا الاستاد دخلوا ناس أكثر من العبيات زي ما تدخل ما تعرف احنا ندخلوا بلاش برشا في تونس. دونك هذوكم الحوايج اللي كانت توصل لإعادة المباراة. واضح.
يعطيك الصحة ماتر، إن شاء الله مناسبة أخرى تكون موجود بحضينا لهنا ناخذ ما عندك أكثر تفاصيل. يعطيك الصحة، حبينا ناخذ ما عندك لمحة على الديسيزيون هذا. دونك مكتب الليغ قبل الاحتراز نتاع شبيبة القروان مقابلة السي بي شكلا رفضوا أصلا، بالتالي اعتماد النتيجة الحاصلة على الميدان وفوز السي بي واحد بلاش، مع العلم أن الديسيزيون هذا قبل الاستئناف قدام الاستئناف التابعة للجامعة. إيكو سبيكتر أخبار تلقاها مع السيت راديو إكسبريس FM.com. مجمل تحيات إسلام.